في فرق بين الثمانيات وبين الواقع. الواقع بدل انه سنة 2021 راح تكون امتداد ل 2020 و2019. هذه الانهيارات اللي حصلت من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، وهذا الدمار اللي حصل، يعني نتمنى انها تفوق منه الأمة، لكن مش في وقت قريب. انه الأمور تتحسن والوضع يبقى مستقي يعني، وطيوح شغلة كورونا ان شاء الله يزول المرض والبلد تصير بخير والناس بخير والله يجيب في الخير ان شاء الله. والله على المستوى الشخصي ما في شيء، يعني مش ما عندي تفاؤل، اما على مستوى العام ان شاء الله الله يفرجها على الجميع وتروح كورونا ان شاء الله، انه يكون مجلس النواب انه يكون افضل من السابقين يعني. فنتمنى من الله ان هالحياة تعود لطبيعتها ونشوف النشاط عندنا في هالبلد ويعود النشاط إلى البلد، شايف كيف، وتعود الحالة الاقتصادية والحالة السياحية يا رب. فإحنا بنتمنى إنه كل إنسان عنده إنجاز أو أمنية بتخص المجتمع ولنفع المجتمع نطبقها وتتحقق له. تحرير فلسطين، فك الكرب عنها، يساعد مثلا كل الوطن العربي الدول الشرق يتعاونوا يحلوا الأزمة هاي. بس أنا بتمنى يعني إني أشوف أهلي، أو يعني مو بدي أقول لك بمعنى إنه يعم السلام، إني أنا كنت أسهل بقول لك إني أشوف أهلي ببلدي بوطني، كانت الحدود مفتوحة بكل الدول العربية. يعني أنا اليوم عندي صعوبة إني أشوف أهلي، صار يعني هاي واحدة من المستوى الشخصيات، وهي شغلة سهلة ما لها كانت ما لها قيمة يعني. أما على مستوى يعني العام، على مستوى الوطن العربي، يعني كتير شغلات فقدناها، العمل، الشغل، الحالات الاقتصادية، حالات كذا، كل شيء صرنا نقدر نحكي فيها. يعني في شغلات كانت لا تذكر، كانت شغلات بسيطة تفرحنا، هلأ في شغلات أساسية صارت ما عم نقدر نحصل عليها. أتمنى أن يعم السلام على جميع الدول ومنها الدول العربية، لكون أخوة متحابين، ويا اللهم ارفع البلاء والوباء عن هذا البلد إن شاء الله. هيك بعام 21 يكون عام طيب على الأمة كاملة، على الإنسانية كاملة، وربنا يزيل يعني محنة هالكورونا هاي. مستوى الشخص الواحد بفضل انه يكون عنده كل شيء يملكه بالدنيا، بس هو الواحد يعني ضمن حدوده، هو اكتر من واحد يكون مرتاح نفسيا يعني في بيته وعنده شغل له وسيارته ووضعه مرتاح، خلاص هذا اهم شيء. انجازي انه ربنا يسترها معنا ونلاقي شغل، بس مستوى الشخصي، لانه احنا روحنا من الكورونا ولا حدا عوضنا، لا حكومة ولا شيء. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني أنشر شوية أبحاث، لأنه أنا معي دكتوراه وهذا أهم شيء بالنسبة للإنجازات، وشوية ديون سكرها، وإن شاء الله نحصل أحسن بإذن الله. بإذن شاء الله إنه الواحد يسد ديونه ويخلص أموره ويعيش بأمان، وإنه الوضع يرجع زي أول.